كنز الصالحات ورازق الحياة، هلم واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا إلى سنين عديدة يا سيد. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا، قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا، قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. إنا لك الملك والقدرة والمجد والآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك، وامنع عبيدك المؤمنين الغلبة على الشرير، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. المجد للآب والابن والروح القدس، يا من ارتفعت على الصليب مختارا أيها المسيح الإله، امنح رافتك لشعبك الجديد المسمى بك، وفرح بقوتك عبيدك المؤمنين مانحا إياهم الغلبة على محاربيهم، لتكن لهم معونتك سلاحا للسلام وظفرا غير مقهور الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيتها الشفيعة الرهيبة غير المخذولة يا والدة الإله الكلية التسبيح، لا تعرضي يا صالح عن توسلاتنا، بل وطني سيرة المستقيم الراي، وخلص الذين أمرت أن يتملكوا، وامنحيهم الغلبة من السماء، بما أنك ولدت الإله أيتها المباركة وحدك. إن الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أيضا المسيحيين الحسن عبادة المستقيم الراي، يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وبطريركنا يوحنا وابينا ورئيس كهنتنا موسى، كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. لأنك إله رحيم ومحب البشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. المجد الثالث قدوس الواحد بجوال محيي المقسم كل حين لنا وكل أوان ودهر الداهرين آمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهه، وأنت يا رب ناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فأجابني من جبل قدسه، أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني، فلا أخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتآزرين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، فإنك قد ضربت كل من يعاديني باطلا وسحقت أسنان الخطأ. لرب الخلاص وعلى شعبك بركتك، أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني. يا رب لا بغضبك توبخني ولا برجزك تؤدبني،
فإن سهامك قد نشبت فيا ومكنت علي يدك، ليس لجسدي شفاء من وجه غضبك ولا سلامة في عظامي من قبل خطاياي، لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي كحمل ثقيل قد ثقلت علي، قد أنتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي، شقيت وانحنيت إلى الغاية والنهار كله مشيت عابسا، لأن متني قد امتلأ مهازئا وليس لجسدي شفاء، شقيت واتضعت جدا وكنت أئن من تنهدي قلبي. يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهدي لم يخفى عنك، قد اضطرب قلبي وفارقتني قوتي ونور عيني أيضا لم يبقى معي، أصدقائي وأقربائي دنوا مني ووقفوا لدي وجنسي وقف مني بعيدا، وأجهدني الذين يطلبون نفسي والملتمسون لي الشر تكلموا بالباطل وغشا طول النهار درسوا، أما أنا فكأصم لا يسمع وكأخرس لا يفتح فاه، وصرت كإنسان لا يسمع ولا في فمه تبكيت، لأني عليك يا رب توكلت أنت تستجيب لي يا رب وإلهي، لأني قلت لا يشمت بي أعدائي وعندما زلت قدماي عظموا علي الكلام، لأني أنا للضرب مستعد ووجعي لدي في كل حين، لأني أنا أخبر بإثمي وأهتم من أجل خطيئتي، أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني، وقد كثر الذين يبغضوني ظلما الذين جازوني بدل الخير شرا، محلوا بي لأجل ابتغائي الصلاح، فلا تهملني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي، فلا تهملني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبتكر، عطشت إليك نفسي بكم نوعا لك جسدي، في أرض برية وغير مسلوكة وعادمة الماء هكذا ظهرت لك في القدس لأعاين قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتي تسبحانك، هكذا أباركك في حياتي وباسمك أرفع يدي، فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم وبشفاه الابتهاج يسبحك فمي، إذا ذكرتك على فراشي هذت بك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أستتر، التصقت نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك، أما الذين يطلبون نفسي باطلا فسيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى أيدي السيوف، وتمتدح كل من يحلف به، لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم، هذرت بك في الأسحار لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أستتر، التصقت نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. هللويا 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 لك يا الله، هللويا 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 لك يا الله، هللويا هللويا لك يا الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل إذنك إلى طلبتي، فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي، حسبت مع المنحدرين في الجب، صرت مثل إنسان ليس له معين، حرا بين الأموات مثل المجرحين الرقود في القبور الذين لا تذكرهم أيضا وهم من يدك مقصون، جعلوني في جب أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت، علي استقر غضبك وجميع أهوالك أجستها علي، أبعدت عني معارفي جعلوني لهم رجاسة، قد أسلمت وما خرجت وعيناي ضعفتان من المسكنة، صرخت إليك يا رب النهار كله وإليك بسطت يدي، ألعلك للأموات تصنع العجائب أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك، هل يحدث أحد في القبر برحمتك؟ والابن والروح القدوس عندما انحدرت إلى الموت، أيها الحياة الذي لا يموت، حينئذ أمدت الجحيم بضرق له، وعندما أقمت الأموات
عند القبر قائلا للنسوة الحاملات الطيب، أما الطيب فهو لائق بالأموال، وأما المسيح فقد ظهر غريبا من κυρίου δαϊθούμε. Κυρία λαϊσόν. Αντιλαβούς σώσον ελέησον και διαφέλεξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας αχράντου υπερβλοημένη εν δόξου δεσποινήθην ημών Θεοτόκου και πέρσον η Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μεμονευσάντες, αυτούς και αλληλούς και πάσαν την δοήν ημών, Χριστός το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμική προσκύνησης του Πατρί και του Υιού και του Άγιου Πνεύματι, νυν και αΐν και στους αιώνας των αιώνων. Ιννα Ιούσουφ αλτέμασα μιν πιλάτους αλγέσαδ αλκαρίμα وحنطه بطيوب ثمينة ولفه بسبان نقية ووضعه في قبر جديد، لذلك النسوة حاملات الطيب الدلجنا هاتفات: أيها المسيح كما سبقت فقلت أظهر لنا قيامتك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. إن الملائكة انذهلوا عند مشاهدتهم الجالسة في أحضان الآب موضوعا في قبر كمائت، والمنزهة عن الموت المحدقة به طغمات الملائكة ممجدة إياه: كيف يحسب مع الأموات الذين في الجحيم وهو الرب والخالق؟ ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك محوم آثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبلا بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي، قلبا نقيا أخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، فأعلم الأثمة طرقك والكفرة إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب مسرتك صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. إن أولاد الذين نجوا من الغرق قد أخفوا تحت الثرى الإله الذي أغرق قديما في أمواج البحر المارد المضطهد، وأما نحن فلنسبح الرب كالفتية لأنه بالمجد قد تمجد. المجد لك يا إلهنا المجد لك. أيها الرب إلهي إني أسبح بمراثٍ لدفنك وأنظم لك نشايدا، يا من بدفنك فتحت لي مداخل الحياة
وبالموت أمت الموت والجحيم. المجد للآب والابن والروح القدس. إن الذين فوق العالم والذين تحت الثرى لما رأوك في العلاء على العرش وفي القبر أسفل بهتوا مرتعدين من موتك، لأنك يا عنصر الحياة شهدت ميتا بحال تفوق العقل. الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. إنك انحدرت إلى أعماق الأرض لكي تملأ الكل من مجدك، لأن أقنوم الذي في آدم لم يختفي عنك، ولما دفنت جددتني أنا المنفسد أيها المحب البشر. إن الخليقة اشتملتها دهشة عظيمة لما رأتك في جلجلة معلقا، يا من علق الأرض كلها على المياه من غير أداة، وصرخت هاتفة: ليس قدوس سواك يا رب. المجد لك يا إلهنا، المجد لك. أيها السيد، قد ظهرت علامات كثيرة مشيرة إلى دفنك، وأما الآن فقد أعلنت خفياتك كإله وإنسان حتى للذين في الجحيم، فصرخوا هاتفين: ليس قدوس سواك يا رب. المجد للآب والابن والروح القدس. لقد بسطت كفيك يا مخلص، فجمعت المتفرقات منذ القديم، ودرجت بالسباني، وضجعت في القبر، فحللت المعتقلين ليهتفوا: ليس قدوس سواك يا رب. الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. لقد احتوى عليك قبر ذو ختوم باختيارك أيها الغير موسوع، فإنك يا محب البشر بالأفعال أعلنت قوتك بعمل إلهي للمرتلين: ليس قدوس سواك يا رب. إن الخليقة اشتملتها دهشة عظيمة لما رأتك في الشلجات معلقا، يا من علق الأرض كلها على المياه من غير أداة، وصرخت هاتفة: ليس قدوس سواك يا رب. أيضاً وأيضاً بسلام إلى ربي نطلق. كيريا لايسون. خلص وارحم وحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائما سرى كلية مريم مع جميع القديسين، ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب، لأنك أنت إلهنا وإليك نرفع المجد والآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان ولدهر الداهرين آمين. أيها المخلص، إن الجند الحافظين قبرك قد صاروا كالأموات من برق الملاك الظاهر المبشر النسوة بالقيامة، فإياك نميجد أيها المزيل الفساد، ولك نثث أيها الناهض من القبر يا إلهنا وحدك. نعنا أيها الصالح، إن حبقوق سبق فشاهد تواضعك الإلهي حتى الصليب، فانذهل صارخا: لقد حسمت عزة الأقوياء، بما أنك قادر على كل شيء لما ظهرت للذين في الجحيم. المجد لك يا إلهنا، المجد لك. إنك باركت هذا اليوم السابع وقدسته منذ البدء بالراحة من العمل، وفيه أتممت كل شيء، فلهذا جددته وأعدته إلى اعتباره القديم مذ حفظت السبت يا مخلص. المجد للآب والابن والروح القدس. إن نفسك بقوة كونها الأفضل قد غلبت الجسد الأضعف، فمزقت قيود الجحيم والموت كليهما بعزتك يا محب البشر. الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الكلمة، إن الجحيم لما استقبلتك تمرمر، إن متألها يوسم بالكروم مع أنه القادر على كل شيء، فمن هذه الصورة الغريبة صاح مرتاعاً: أيها المسيح، إن أشعيا لما أبصر النور الذي لا يغرب، نور ظهورك الإلهي البادي لنا، دلج من الليل هاتفاً: الموتى سيقومون، والذين في القبور ينهضون، وجميع الذين في الأرض سيبتهجون. المجد لك يا إلهنا، المجد لك. أيها الخالق، لما صرت ترابياً جددت الترابيين، والسباني والقبر أعلنا سرك الخفي أيها الكلمة،
لأن يوسف المتقي ذا الرأي الصائب رسم قصد والدك الذي جددني بك بجبروت عظمته. المجد للآب والابن والروح القدوس. إنك أحييت المائت بالموت والفاسد بالدفن، لأنك كما يليق بالله صيرت الجسد الذي أخذته ممتنع الفساد وغير مائت، فإن جسدك لم يرى فساداً أيها السيد، ونفسك بحالة غريبة لم تترك في الجحيم. الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. قد ولدت من البتول، من بتول لم تعرف نفاسا، وطعن جنبك بحربة يا خالقي، فصنعت منه إعادة حواء لما صرت آدما، ورقدت رقادا محيا للطبيعة بما يفوق الطبيعة، وأنهضت الحياة من الرقاد والفساد بما أنك قادر على كل شيء. إن يونان النبي قد أمسك لكنه لم يضبط في جوف الحوت، وبما أنه كان رسما لك يا من تألم وأسلم إلى الدفن، خرج من الحوت كما من خضر وصرخ نحو الحراس قائلا: بطل باطلا وعبثا تحرسون أيها الحفظة، وقد أهملتم رحمتكم. المجد لك يا إلهنا المجد لك. أيها الكلمة، إنك قتلت لكنك لم تنفصل عن الجسد الذي أخذته، لأنه ولو انحل هيكلك في حين الآلام، إلا أن أقنوم لاهوتك وناسوتك واحد فقط، وفي كليهما لم تزل ابنا فردا، كلمة الله إلها وإنسانا. المجد للآب والابن والروح القدوس. إن سقطة آدم قتلت إنسانا لا إلها، لأنه ولو تألم جوهر جسدك الترابي، إلا أن لاهوتك لبث منزها عن الألم، وأحلت الفساد إلى عدم الفساد، وبالقيامة أوضحت ينبوع الحياة غير الفاسدة. الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. إن الجحيم قد استولى على جنس الأنام، ولكن إلى حين، فإنك أيها المقتدر لما وضعت في قبر طحنت قوة الموت بكفك يا عنصر الحياة، وكرست للجالسين هناك منذ الدهر بنجاة حقيقية، إذ صرت بكرا للأموات يا مخلص. إن يونان النبي قد أمسك لكنه لم يضبط في جوف الحوت، وبما أنه كان رسما لك يا من تألم وأسلم إلى الدفن، رجا من الحوت كما من خدر وصرخ نحو الحراس قائلا: باطلا وعبثا تحرسون أيها الحفظة، وقد أهملتم رحمته. أيضا أيضا بسلام إلى ربي نطلب. كيريا لايسون. خلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات مجيدة. عليها أشرف السلام. نودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب. أنت ملك السلام ومخلص نفوسنا، ولك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الداهرين. يشاهد ملفوفا بالكتان ومحنطا بالمر والفاقد الموت، يوضع في قبر كمائت، والنسوة أتينا يطيبنه باكيات بكاء مرا وهاتفات: هذا هو السبت المبارك الذي فيه رقد المسيح، وسيقوم في اليوم الثالث. لما رأته معلقاً على خشبة عارياً، والشمس أخفت أشعتها، والكواكب لم تعطي ضوءها، والأرض مادت مضطربة، والبحر توارى، والصخور تفطرت، والقبور تفتحت، وأجساد رجال القديسين نهضت، والجحيم تنهد أسفل، واليهود تفكروا في اختراع أكاذيب لإخفاء قيامة المسيح، والنسوة صرخن هاتفات: هذا هو السبت المبارك الذي فيه رقد المسيح،
وسيقوم في اليوم الثالث وسيقوم في اليوم الثالث. في يوم السبت العظيم مقدس نعيد لدفن الجسم الإلهي وانحدار ربنا ومخلصنا يسوع المسيح إلى الجحيم الذي به أعاد جنسنا من الفساد ونقله إلى حياة أبدية. فبتنازلك الذي لا يوصف أيها المسيح إلهنا ارحمنا آمين. عجب لا يفسر، وهو أن الذي خلص الفتية الأبرار من السعير في الأتون قد وضع في قبر ميتا عادما النسمة لخلاصنا نحن المرتلين. مبارك أنت أيها الإله المنقذ. المجد لك يا إلهنا المجد لك. إن الجحيم بدا وفنيا بقوة النار الإلهية لما اقتبل المطعون بجنبه بحربة لخلاصنا نحن المرتلين. مبارك أنت أيها الإله المنقذ. المجد للآب والابن والروح القدس. إن القبر لسعيد لأنه ظهر إلهيا لما اقتبل ضمنه كنز الحياة الخالقة كنائم لخلاصنا نحن المرتلين. مبارك أنت أيها الإله المنقذ. الآن وكل آن وإلى دهر